الإقبال الواسع وتزايد الطلب خاصة في شهر رمضان المبارك استعدادا وفرحة للعيد، مما يحد البعض من الاكتفاء بالشراء عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية، وهذا لتسهيل الوصول إلى السلع في أي وقت وأي مكان. ولكن مع اللجوء إلى هذه المواقع وتوافر العديد من المزايا فيها، فإنها لا تمنع المشتري من الحصول على حقوقه النظامية. لذا يحق للمشتري أن تكون تفاصيل عرض السلع واضحة له من إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع وأيضا الاستلام وأيضا وقت التسليم للمنتج ومكانه وأيضا خدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان إن وجدت، وأيضا عرض آراء العملاء السابقين لمعرفة جودة المنتجات المطلوبة. في حالة تأخر موفر الخدمة عن موعد التنفيذ أو التسليم المحدد لأكثر من 15 يوما، أكدت هنا وزارة التجارة أنه يحق للمشتري إلغاء عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني وإمكانية استرداد ما تم دفعه بعد إلغاء الطلب. في حالة كان هذا المنتج خالف شكله المطلوب، يحق للمشتري تقديم شكوى في حال الغش بالسلعة المقدمة في خانة الشكاوى، وأيضا تقديمها خلال تقديم البلاغ خلال الرقم الموحد لوزارة التجارة، وأيضا تقديمها خلال تطبيق بلاغ تجاري. هذه الحالة تصنف من ضمن عملية النصب والاحتيال وتختص بها مراكز الشرطة. وقد نوهت وزارة التجارة بقيامها بالرقابة على ما يعرض في المتاجر والمنصات الإلكترونية والتحقق من التزامها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، وأن المنتج مطابق للواقع، وتباشر باستمرار بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبق الإجراءات النظامية بحق المخالفين كما ورد في نظام المتاجر الإلكترونية من عقوبات، ونظام مكافحة أيضا الغش التجاري، ونظام حماية حقوق المستهلك. يجب الحذر والتأكد أولا من نظامية المواقع والمتاجر الإلكترونية قبل الدخول إليها أو أنها آمنة للوصول وموثوقة وليست وهمية، وذلك من خلال علامة القفل في موقع ويب، وأيضا التحقق من أنها مسجلة في معروف، وأيضا يكون لها سجل تابع لوزارة التجارة.